أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل تجوز مصافحة الوالد الكافر وبدؤه بالسلام؟ المحبة كما ذكرنا لا تجوز لأحد من الكفار، لا الوالدين ولا الأولاد ولا الإخوة ولا غيرهم. وكذلك السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا يعم الوالدين ويعم غيرهم. وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هذا عام، الحديث عام. لكن تحسن إليهما وتعطيهم من المال وتهدي إليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لأن السلام يدل على المحبة، السلام يدل على المحبة، فلا يجوز هذا. نعم.